في الرقم. ايه على العشره. اربعه بس يعني هيك. هيك يعني نحط فور ونبعته بس. بحظك بيقول لك مثل كل ليله بتعرفوا كرم بجيب لنا الفانوس يلي هو اساسي بهالفقره. والفانوس شكرا. كرم شكرا. الفانوس هو يلي بيتوقع على كل شخص منكم توقع. مارد بيطلع وبيتوقع توقع. محمد رحال رح بلش من عندك ونشوف حظك شو بيقول لك. محمد رحال حظك بيقول لك سعد الحريري مش راجع على لبنان ومكتب التيار رح يتسكر ورح يتم التخلي عن خدماتك، فإلى أين سترحل يا رحال؟ هلا هلا سؤال طويل يعني بده إجابة طويلة بده حلقة يعني. لا هو الختمة شوف ختمة السؤال. ايه بس بداية بقول إن شاء الله السبب اللي خلى الرئيس سعد الحريري ما يكونش بلبنان حاليا ينتفي هذا السبب لحتى يقدر يكون هو بلبنان ولحتى غيره يعيش برياحة، لأنه السبب الرئيسي أو الأساسي كلنا بنعرفه لعدم وجود الرئيس الحريري بلبنان هو التهديدات الأمنية والاغتيالات اللي عم تحصل بلبنان. شفنا من 2005 لليوم بالذات بقوة 14 أدار قديش صار في اغتيالات بهذه القيادات. فبعتقد الوضع منه مناسب أبدا من هذه الناحية أنه يكون، فإن شاء الله ينتفي هذا السبب بيرجع الرئيس الحريري وبيرتاح وضع لبنان بشكل عام كله سوا يعني. هلا انت وظيفتك الاساسيه هي بالسياسه يعني بالمبدا كيف يعني واحد بيشتغل بالسياسه؟ بشتغل انا كل شيء بنتمي لتيار المستقبل بحزب تيار المستقبل، بتكلف بامور بتكلف بملفات، كلفت بالحكومه الماضيه من قبل رئيس التيار ان يكون بهذه الحكومه، واي موضوع بتكلف فيه من تياري ومن رئيس التيار الي الشرف اني اقوم فيه بغض النظر شو هو الموقع يعني كان بوزاره او بغير وزاره. هلا شو مكلف؟ بالتفاصيل ما فيش عنا قدر نخبرك يعني يعني عندنا شغل يومي اكيد بعملنا اليومي ان كان بمناطقنا انا من البقاع الغربي من جبلين ان كان بمناطقنا وان كان على مستوى عام. نحن في هيكليه تنظيميه بالتيار مكتب الرئيس عندنا وظائف معينه بنقوم فيها. أنا مثل ما قلت بداية حديثك شغلي أو عملي اليومي بيتمحور كله حول العمل السياسي داخل العمل السياسي ولا العمل الخدماتي؟ ما هو العمل السياسي عندنا يعني هو عمل خدماتي بجزء منه، هو عمل خدماتي هو متابعة شؤون الناس، هو متابعة شؤون الحزب اللي أنت منتمي له، متابعة شؤون الناس المنتمين لهذا الحزب بمنطقتك، يعني ما في شغلة معينة يعني أوكي تلاقي واحد مثلا دكتور اوكي بيحكم بشيء معين هيدي شغلته هاي نهار معروفه، بينما السياسي ما عنده شغله محدده بس بتبعها، عندك اكثر من قصه بتقدر تتابعها باليوم، عندك عشرات المواضيع بتقدر تتابعها، مواضيع اعلاميه بدك تتابعها، مواضيع سياسيه عم تحصل كل يوم بلبنان برات لبنان، عندك مواضيع على الارض بدك تتابعها مع الناس، عندك مواضيع بدك تتابعها مع حلفائك، عندك ممكن يوصل لنهار يستغنى عن خدمات الانسان اللي بيشتغل بالسياسي؟ هلا ممكن اذا كان شخص بينتمي لحزب بمحل معين عم بيشتغل تحت لواء حزب معين ممكن بشكل او باخر لسبب معين انه او يتخلى انه قليل ما بتصير الحزب لسبب معين مشكله معينه حدث معين صار بينه وبين الحزب ممكن وصارت يعني بعدد من الاحزاب اللبنانيه ممكن تصير. شكرا محمد رحال. رح ارجع اذكر بالسؤال شو هو الحيوان يلي تم اكتشافه مؤخرا بلبنان؟ واحد الحمار، اثنين التنين، ثلاثه ديناصور، اربعه تمساح. جاوبتوا على السؤال ايه؟ نعم جاوبتوا كلهم بعثنا كلهم موجودين كلهم موجودين عفاك في حمير كثير وفي في اكثر من تنين كمان بلش يلطش يعني شو نلي حظك شو بقلي؟ عم يلطش نلي نيلي مقدسي حظك بيقلك ممنوع تغني لمدة سنتين وإلا رح تفدي صوتك للأبد، فشو رح تشتغلي يا نيلي يا حبيبتي؟ حنون هالمارد بالمجال السياسي ما هلا كانوا عم بيعرضوا كنا عم نتفق احنا وياه شفتي شو بيتضمن شغله؟ بنبش على طاقات جديده اكيد شو يعني مشان هيك قلت لك باول حلقه انفجارات وهيك ما قصدي انفجارات اللي عم تصير
انه انا قصدي بالانفجارات انه نحن ما بنشتغلش بالانفجارات طبعا نحن بنتلقى الانفجارات لا ما هلا انا بس بدي بلش اشتغل معهم بدها وقت بدها دوره يعني متفق انا وياها هلا انتبه هن وجودك معهم لوحده مكسب انا هيدا قصدي وجودك معهم لوحده لغب ما هيدا اللي كان قصدي عنه ما هيك ما فهمت علي طب لحيد النكته من الاول شو رايك طيب ممنوع تغني لمده سنتين والا رح تفقدي صوتك للابد ليك اول شيء مثل ما قال عطاني هيدا النعمه انه ما عندي هالقد تجبر اذا صار شيء لا سمح الله بصوتي مثل ما ليتلي يعني عندك مشكله بصوتك مثل ما ليتلي ايه منعني الحكيم لمده شهر عندي تضخم بالاوتار الصوتيه بس لسنتين كثير لا ما بعرف يعني ما بقدر بس من شو هذا التضخم بغير دومين يعني ما بقدر اكون بغير دومين بركه التمثيل الى جانب الغناء حياتي يعني شيء هيك دومين يمكن بخص الفن بس الى جانب موهبتي بس اذا صارت بتكون صارت يعني ما مش هالبيج ديل يعني انت بتحبي الرقص بحب الرقص ايه بس بالبيت وسام برقص انا وياك اذا شيء بس انه بعرف برقص انا وياك مش غلط ما هيك ايه فيها فكره شو بتصحب بتفكر بالرقص مع انه هوايتك كثيره ولا هوايه عندك بطبخ ايه بطبخ بيكون في مناسبه لقطبخ يعني اوكي يعني بيكون في عرس بيكون مش لحالي يعني بطبخ ممكن اطبخ نص ساعة ثلاث ارباع الساعة ما عنديش مشكلة ما فيش مشكلة فيش مشكلة هذه وحدة اوكي سجلنا لك اياها نالي انت بتحب الرقص ممكن نشوفك عم ترقصي مثلا ببرنامج معين بكليبات شافوني كل الناس عم برقص ببرنامج مثلا ببروجرام بمنافسة شو عم بتلمح شو عم بتلمح ممكن اذا انعرض عليك طلب على الهواء مش احسن ما يروح صوتك انه هلا انتو اذا بدك تدعي كثير انه يروح صوتي رح يروح واضطر انه فوت بدانسينج وذ ستار تصيروا تشاركوني ببرامج وبيروح صوتكم فيها يعني بعرفني ما هيدا سهى حظك شو بيقول لك اوكي لحن نابع سهى كيكانو حظك بيقول لك رح تريحي حالك من القيل والقال وتشيلي صورة فيليب أسمر عن بروفايلك على الواتساب يا أما رح تخليها وتعترفي بغرامك الكبير لإلو قولي اعترفي اعترفي مجدي لأنه أخير مش مزبوط ما تستحي ما تستحي لا مش مستحي بس معلش. مش مزبوط أحمر وجه جلاك معلش سهى معلش واحد مش غلط يعترف بس ميرسي للإعداد يعني شو؟ ميرسي للإعداد ليه؟ سؤال كتير قوي وكتير محرج لأنه مش مزبوط وضحي فيليب أسمر ليه إنسان محرج؟ إنسان بعزه بحبه إنسان بحبه لا بس هي قطعت مش حبيب مش حبيب لا ما هي انتبهي ما هي الحبكة تبع الميرد ما خاصنا خاصنا شي خيب الميرد لا هو الميرد هذا زلمة طلع من الفانوس صار له ليلتين نايم بلا أكل مزبوط حتى صورتك على الواتساب أنت و تليفونين صورته لانه بتخيل انه اكثر انسان بتحبه بتحط له صورته على الواتساب بس مش حبيب غرام حبيب صديق يعني صديق يعني. حبيب مخرج حبيب بالوسط الفني شو عم لا لانه انا بعرف القصه يعني هو فيليب عن جد صديقه كثير وصديقنا كثير يعني بس انه سهى صداقه فيليب عندها انه كثير مش هيك مميزه مشان هيك بتحط له صور وعلى اتهمت انه انا مغرومه بشاب مش اصغر مني بكثير بالعمر شاب اصغر مني كمان اتهمت مع شاب اصغر مني كثير بالعمر شو مواصفات الرجال اللي فيك تنغرمي فيه؟ شو مواصفات الرجال اللي فيك تنغرمي فيه؟ قولي قولي يكونوا اخلاقه كثير حلوه اهم شيء الاخلاق يكون انسان كريم منه بخيل ما بحب الانسان البخيل بيحترم المرأة يعني في كتير صفات بس بتصور معجزة بيكونوا مجموعين بفرد شخص ايش؟ ما بدي كي يكون لابس صبو لحظة شو قلتي؟ قلتي ما يكون بخيل بيحترم المرأة و
وعنده أخلاق حلوة يعني، عنده أخلاق حميدة. ما مش موجودين هلا صعب. لا فأعطينا صعب. خبرية كلنا ثلاثتنا يعني لا رحنا لا فيها لا بالأرض بخيل انت؟ لا نحن من المعجزات جميلة. أصلي في صفات كتير، في صفات كتير ما معقول يكونوا مجموعين بشخص واحد. هلا محمد ممكن ما بيحترم المرأة بس ما بعرف. رح يا عم طول بالك. ليش بالقلق؟ بالعكس هي ما بعرف وقفته ضد القانون اللي هلا لحظة لا 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 ما وقفنا لا لا عم ورطك أول شغلة أول شغلة ما وقفناش لا فاكس شكرا سهى أوكي بس حبينا بس لا الصفات اللي كتير حلوة ما معقول يكونوا مجموعين بشخص واحد مع احترامي لقلبهم لا أكيد ولا بمرة وحدة كمان ولا ما في حدا كامل يا جماعة طول بيكل علينا يا رب أنا ما خصني مجدي تفضل زيد فضلك شو أنا بحكي؟ لا هلا هو بيحكي تفضل مجدي مشموشي حظك بيقلك رح تلقطك الكهرباء انت وعم تعلق ومن بعدها بيلقطوك الدرك شو اللي ما فهمته بإعلان وزارة الطاقة يلي تبنت عليك ما تعلق لما تعلم خير حالك جاي برونزي مفحم اول شيء هذا الصوت يعني بحسك انه شيء مخابرات يعني يعني انت قاعد حس حالك هيك قاعد بغرفة تعذيب عرفت بعد شوي رح تيجي السعسوح على رقبتك شيء بعاد نيلي اول ما بلش عملت هيك بس شو قصة وين كنت عم تعلق ما بدي اعلق بس انه بدي اعلق على تعليق او اعلان وزاره الطاقه لل اول شيء انا هلا بدعي اللبنانيين يعني هلا بده يجوا الدرك ياخذوني انه يعلقوا على عواميد الكهرباء تبع الدوله تبع البلديات يستفزوني هودي بتعرف ليه لانه انت بتكون قاعد ببيتك مقطوع الكهرباء عشان بيتك بطل على الشارع وجاي فيه الكهرباء يعني تخيل الشارع مستمتع بكهرباء وانت ببيتك عم تعفن من الشوب ومن هي انتبه مش زقفوا على الفكرة زقفوا انك عم تعفن عم تعفن ايه يعني بس لا ما كلهم عم يعفنوا لا مثلنا يعني ما فالاعلان بيقول انه سمعتوا مع الوزير الاعلان ده انه فيك تعلق على جارتك نعم كيف فيك تعلق على الرايح والجاي على الرايح والجاي اول شيء تعلق على جارتك هذا شيء بيعاقب عليه القانون ولا لا صح تعلق على رايح وجاي كمان هذا اسمه استفزاز واسمه كمان يعاقب عليه القانون تنمير نعم. كمان يعاقب عليه القانون بس ما تعلق على الكهرباء والا بيجوا بياخذوك الدرك تخيل بس هاي هذيك مسموحين وهاي لا بيجوا بياخذوك الدرك فانا بطلب من شو المطلوب يعني مطلوب انه واحد يعلق يا اخي مش يعلق بس كمان هن يصلحوا الامر شوي يعني صرت قايلها كذا مره بس ما هذا جزء من التصليح يعني بيعتبر وزير الطاقه انه هذه بتوفر 40% تقريبا من الهدر نحن بال 2013 الهدر وقف على طيب نحن بال 2013 هلا بمجاهل افريقيا طرزان بطل بالحبل يروح ويجي صار بالتلفريك يعني نحن بعدنا لهلا يعني تخيل انه هذا العنف ضد المراه مثلا هذا الاقاد والقانون مش ضد المراه ضد المراه والرجل لانه بالعتبه الاثنين بخبطوا ببعض لا بس على فكره جربوا يعني خلقهم يعني بخبطوا ببعض هذا القانون يعني هلا اذا بترجع بتطلع فيه بمطرح من المطارح شوي ضاحكين عليهم للستات ليه هلا هو طلع بيقولوا من زمان كانوا يجيبوا اولاد كثير لانه ما كانش في كهرباء ما كانش في تلفزيونات فخلينا بسيرة شو اسمه هلا كمان منيحة هيك يعني بتقطع الكهرباء ناس بتتسلق بشي تاني بالشوب بتكتل الناس نقلوا البسينات على الخوطة بس هو بالظاهر أقر القانون ولكن بقلب القانون في مشاكل كتير حسب كبيرة حسب تصريح الهيئات المجتمع المدني اللي داعمي لهذا القانون ولموضوع العنف ضد المرأة والأسرة ومش بس ضد المرأة على فكرة ضد المرأة والأبناء والأسرة بيعتبروا بعد دراسه لا مطوله هو انت فيك القانون تاخده باقصى حد وفيك تاخده اكيد يعني في برسنتج معينه يعني اعتبروا انه هي خطوه منيحه بدايه بده تعديلات كثير بدايه لحتى يقدروا مهم انه قدروا حصلوا على هذا القانون بعدين اكيد اذا نحن
بلد. هلا انا حسيته هذا لانه بتعرف مثل شو اذا نحن بلد بيحترم حاله مفروض دائما القوانين تتعدل، المفروض دائما تتناقش فيها كل فتره على الاقل كل سنه، بالذات القوانين اللي بتتطور مع مجريات الحياه ومجريات الاحداث، فهي خطوه ان شاء الله على السكه. بس انا هذا القانون حسيته مثل جسر جلال الدين. يعني حلو كثير جسر جلال الدين. هذه ذكرتني بخبريه لابو العبد. خبرك اياها ولا لا؟ ايه هلا بعد الحلقه. لقينا سؤال هلا بعد البريك بخبركم اياها، خبريه ابو العبد عن قصه الجسوره. شو هو الحيوان يلي تم اكتشافه مؤخرا بلبنان؟ واحد الحمار، اثنين التنين، ثلاثه الديناصور، او اربعه التمساح؟ الجواب الصحيح على هالسؤال هو التمساح. اربعه. 15672 شخص جاوبوا على هذا السؤال. هو على فكره مش تمساح، هو جردون، بس بما انه نهر بيروت كثير نظيف محرز كبير كبير صار تمساح في حده المسلخ. اكزاكتلي في المسلخ فهن ضايعين في هيدا. هو تحول هيدا تحول جينيا جردون لتمساح. عندنا حيوانات جديده يعني تركيبه جديده. السؤال الثاني بدي اياكم تحضروا هالفيديو من بعده ونطرح السؤال. هيك كمان لازم النشيد الوطني اللبناني علي عمار لمحمد رحال، محمد رحال بيتقدم علي في خطأ في بنالتي الوزير محمد رحال بيتقدم الوزير محمد رحال داخل منطقة الجزاء بيتأخر ليسدد وبتروح الكرة منه باللحظات الأخيرة. ليش انت على شايفة حبيت هيدي الشعوبة ثلاث أربع مرات. ركزوا على السؤال لأنه احتمالاته صعبة. شو كان عم يعمل الوزير السابق محمد رحال بهالمشكلة؟ واحد يطارد السنافر، اثنين عم يلعب فوتبول، ثلاثة عم بلاحق الرئيس سعد الحريري، أو أربعة عم يركض ورا رزقته. بريك ومن ورا شو؟ ورا رزقته.